مجتمع الإلهام، أهلا وسهلا فيكم. اسمي هشام برو، أنا مؤمن أنه مع بعض ممكن نوجد عالم ومجتمع فيه الكل عنده القدرة والدعم اللي بيحتاجه ليحقق أي شيء بيطمح له، والكل فيه بحس بالتقدير وما في خوف تجاه المستقبل. ومن خلال أنه نتعلم أكثر عن الريادة، التنمية وتطوير الذات، ممكن مع بعض نعمل مجتمع الإلهام هو هذا المجتمع. لهذا السبب كل شيء ممكن نشاركك فيه، من مقالات، لقاءات، منتجات، تدريبات وغيره، مكرس ليقربنا أكثر من بعض ويساعدنا نكون مجتمع إلهام حقيقي. مقال اليوم بعنوان مين بيربح الحرب بين الريادة والوظيفة. وانت عم تسمع للمقال اختار شو اكتر شي عجبك وحسيت انه فيه فائدة، بدي اطلب منك انك تكتبه تحت بتعليق، وهيك اولا بتساعد بقية الاشخاص اللي معنا هون لينتبهوا اكتر لهذا الشي ونتناقش كنا فيه، وثانيا لما نكتب الامور اللي عم نتعلمها هذا الشي بيزيد من فرص انه تضل ببالنا وقت اطول وانه فعلا نطبقها ونستفيد منها بحياتنا. وهلأ استمتع بالمقال. يمكن يكون هذا اهم مقال كتبته بحياتي. من فترة كنت قاعد مع صديق لي وعم يسألني انه ليش عم اعمل كل شي عم اعمله، سواء اطلاق المدونة وكل شي تاني. ولما حكينا اكتر وحاولت اشرح له معنى الريادة، وصل لنتيجة انه كل اللي عم عامله منه منطقي، وانه بعد كل شيء قلته ما فهم ليش عم عامل كل هاد وشو الغاية منه. وانه انت يا هشام عم تدرس هندسة طبية، يعني فرع كتير ممتاز، وبيكون افضل لو بتترك كل شيء وبتركز عنك تتخرج وتلاقي وظيفة بهذا المجال، وهيك بتعيش حياتك كلها مرتاح. هلا يمكن انا بوقتها ما قدرت اشرح او هو ما كان عنده تقبل لافكاري، بس حسيت انه في شيء اهم واكبر هون وحسيت انه لازم احكي عنه. خليني بالبداية اشرح مفهوم الريادة بأبسط طريقة بقدر انه اشرحه. هي انه شخص او مجموعة اشخاص يكونوا على استعداد تام لتحمل مخاطر تأسيس عمل خاص وتطويره وادارته، وقد يكون هذا العمل قائم على اساس خدمة او منتج بيتم طرحه بالسوق وتسويقه للمستهلك. لكن بالنسبة لكثير اشخاص وانا منهم بدون ادنى شك، مفهوم الريادة اكثر من انه يكون عندك مشروعك او منتجك او حتى شركتك الخاصة وكل هاي الامور. اكيد هاي الامور مهمة بس مو هي جوهر الريادة. بالنسبة لهدول الأشخاص الريادة قرار وأسلوب حياة، هي الطريق اللي بيقرروا إنه يكملوا حياتهم فيه. ورواد الأعمال غالبا بيكونوا مبدعين ومخترعين وقادة، وهن الأشخاص اللي مستعدين يعملوا الأمور اللي الشخص العادي غير مستعد يعملها، مثل الإيمان بنفسه وبمشروعه وتحمل الإحباط وتقبل الفشل. وفي عدة أمثلة، ستيف جوبز وشركة أبل، مارك زوكربيرغ وموقع فيسبوك، بيل جيتس وشركة مايكروسوفت، كلهم رواد أعمال قدروا من خلال أعمالهم ومشاريعهم ومنتجاتهم يغيروا وجه العالم. واكيد ما في داعي اشرح شو معنى فكرة انه اتخرج ولاقي وظيفة، كنا بنعرف شو معنى هذا الشيء. هلا بنجي للمهم وللشيء اللي بدي اقوله، انك تختار الحياة الريادية هو شيء صعب، وانك تختار حياة الوظيفة كمان شيء صعب. اختار الصعب اللي انت مستعد انك تخوض فيه. هاي الجملة سمعتها لاول مرة من ايريك ووري، والفكرة من وراها هو كالتالي، انت بالحياة قدامك خيارين، اما تختار تكون انسان ريادي وتأسس مشروعك الخاص، او تختار تسعى للوظيفة وللسلم الوظيفي. المثير للاهتمام بهذا المبدأ أنه بيقول لك ما في خيار صح وخيار خاطئ، أي من الخيارين ممكن يكون صح. الأمر بيرجع لإلك وشو أنت بتحس أنه هو الطريق الصح اللي بدك تكمل حياتك فيه، وصدقني رح تعرف لحالك أي من الطريقين لازم تمشي فيه. ببساطة الأشخاص الرياديين ما عندهم أي احترام للوظيفة، وبيستمتعوا بشدة بفكرة بناء شيء خاص فيهم ويكونوا هن مدراء أنفسهم ويبنوا شركة أو مكان يكون عبارة عن تجسيد لأفكارهم ومعتقداتهم. وبالمقابل الأشخاص اللي بيسعوا للوظيفة بيشوفوا أنه هي الأمان، وكثير بتريحهم فكرة أنه بنهاية الشهر هن بيعرفوا أنه في راتب بيقدروا يسيطروا ويضبطوا حياتهم بناء على أساسه. هلأ إذا اخترت الحياة الريادية فلازم تعرف أنك حتما رح تتعرض للفشل مرة ومرتين وعشرة، رح تكون مسؤول عن كثير أمور قد تتطلب قرارات مصيرية. بالبدايات رح تضطر أنك تشتغل 10 و15 ساعة كل يوم وممكن حتى أكثر، وإذا كان كل اللي حواليك منه الرياديين سواء الأهل أو الأصدقاء فرح تضطر تتحمل تعليقات وكلام وأحيانا ضغط من هدول الأشخاص، لأنه ببساطة ما رح يكونوا قادرين يفهموا معنى أنك اخترت أنك تعيش حياة ريادية. فإذا أنك تختار الحياة الريادية هو شيء صعب. كمان إذا قررت تسعى للوظيفة وللسلم الوظيفي، هذا بيعني أنه بكتير من الأوقات إذا مو دائما أنت منك صاحب قرار، انت رح تكون شخص مسير وليس مخير. معنى هذا الكلام انه رح يكون مفروض عليك امتى تيجي على الشغل وامتى تطلع من الشغل، مفروض عليك مع مين تشتغل ووين تشتغل وكيف تشتغل. رح تكون مضطر تتحمل اشخاص انت ما بتحبهم، تتعامل مع مدير ممكن يكون ما بيقدرك او حتى بيسيء معاملتك. صح في عندك راتب باخر الشهر، لكن كمان مصيرك بهي الوظيفة محكوم بكلمة انت مطرود، او اسفين الشركة عم تواجه تحديات لهيك مضطرين نتخلى عنك، وكل الامور التانية نحن بنعرفها. الفكرة هون مثل ما شفنا انك تختار الحياة الريادية هو شيء صعب، وانك تختار حياة الوظيفة كمان شيء صعب. اختار الصعب اللي انت مستعد انك تخوض فيه، لانه لما يكون هذا الشيء قرارك وشيء انت فعلا مقتنع فيه، كل هاي الامور اللي ذكرتها ما عاد بتعود مهمة، بتصير امور جدا ثانوية وصغيرة قدام الشيء اللي انت راح توصله.
سواء كان هذا الشيء بناء شركة ومشروع ريادي يكتسح العالم، أو تأمين وظيفة مريحة وأنت مبسوط فيها وبتحسسك بالأمان. والرسالة اللي بدي إياها تصلك أنه بغض النظر عن أنت شو بتختار وشو الأنسب لإلك، اسمح لغيرك أنه يختار اللي بيناسبه. مثل ما قلت من قبل، إذا كنت ريادي فطبيعي أنه ما يكون عندك أي احترام للوظيفة، لكن لازم تحترم قرار أي شخص بأنه يسعى للوظيفة وللسلم الوظيفي، حتى لو هذا الشيء منه منطقي بالنسبة إليك. وإذا كنت شخص بتفضل الوظيفة والأمانية اللي بيجي معها، فلازم تترك الريادي يختار طريقه الخاص، حتى لو كنت بكثير من الأوقات ما عم تعرف ليش أي شخص ممكن يقود بكل هاي المعاناة والجهد، وليش عم يعمل أمور قد تبدو بالنسبة إليك غريبة ومو منطقية أبدا. برأيي مو مهم نفهم شو الأسباب اللي بتخلي بعض الأشخاص يرغبوا بالريادة، وكمان مو مهم نفهم شو الأسباب اللي بتخلي بعض الأشخاص يرغبوا بالوظيفة. الأهم إنه نفهم هاي الفكرة ونتقبلها، إنك تختار الحياة الريادية هو شيء صعب، وإنك تختار حياة الوظيفة كمان شيء صعب. اختار الصعب اللي أنت مستعد إنك تخوض فيه، والأهم اسمح لغيرك يختار الشيء اللي بيخليه سعيد ومبسوط بحياته، حتى لو كان منه منطقي بالنسبة لك. بالتوفيق للجميع. مجتمع الهام، شكرا كثير لانكم خصصتوا الوقت للاستماع للمقال. مره تانية اكيد حاب اعرف شو اكثر شيء عجبك ولقيت فيه فائده وليش، واذا كتبته هون بتعليق رح تلاقيني معك وعم شاركك بالنقاش. بدي اطلب منك كمان تعمل سبسكرايب او اشتراك بالقناه اذا بدك دائما نستمر بتقديم مقالات صوتيه مثل اللي سمعته، ويضل دائما عم يصلك كل شيء جديد على قناتنا. بالنهايه مجتمع الهام، بتمنى فعلا تكونوا استمتعتوا بالمقال وحصلتوا منه على فائده. بالتوفيق للجميع.